السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم بسبوسة سهلة في التحضير، بسيطة، مكوناتها كذلك بسيطة. إذا عجبتكم هذه الوصفة بقاو مع المقادير وطريقة التحضير. لا نبدأ بالمكونات مع طريقة التحضير. أولا خلاط كهربائي، نشتو عصير البرتقال تقريبا كاس ما يعادل 180 ملل، زائد نصف كاس زيت ما يعادل 100 ملل. عندي نصف كاس سكر تقريبا 70 غرام، 70 غرام سكر كوبيتات، وسكر سنيكة. كنضيف واحد علبة ياغورت تمويل 10 غرامات، أنا درتها هنا بنكهة الفاني. نضيف كيس فانيلا، كيس فانيلا من وزن 7.5 غرامات كما كتشوفوا. غادي نضيف 2 بيضات اللي هما متوسطين الحجم كما كيبان لكم في الصورة. 2 بيضات غادي نخلط الكل في الخلاط الكهربائي. ثم يمكنكم تخلطوا هذا الشيء غير بخلاط يدوي، ديروا الكل في اناء وتخلطوا بخلاط يدوي، ماشي ضروري. انا بغيت نختصر وبغيت تجي زوينه كذلك في الخلاط الكهربائي احسن، الا ما كانش ماشي مشكل. كنستمر تقريبا واحد دقيقه، ماشي بزاف، ما نضربوش. كنضيف دابا كاس ديال السيده الرقيقه، السيده ديال الحليب، كاس الاول تقريبا شي 125 غرام، كأس تاني 125 غرام، المجموع عندي هنا 250 غرام، عفوا 250 غرام. عندي هنا 2 معالق كبار ديال أو جوج ديال المعالق كبار تقريبا 16 غرام. كنضيف كذلك 2 خمارات، 2 أكياس ديال خميرة الحلويات أو خميرة كيماوية، 2 أكياس، كل كيس فيه 8 غرامات، 2 16 غرام. تندخلهم داك الحبيبات اللي كما كيبان لكم في الصورة. كنخلط قبل ما ندور هذاك الخلاط، نخلط بالسباتول ونضيف قشرة ديال الليمونة او زيت الليمونة برتقالة، داك الليمونة اللي عصرتها حكيتها الحكاكة الرقيقة، حصلت على ديك القشور محكوكين ضفتهم ليها. ندير قبصة الملح لتصحيح الذوق، قبصة ملح. خلط تقريبا شي 30 ثانية، ماشي بزاف، حتى تمتزز ليا العناصر والمكونات. كنستمر خلط هاد العناصر. نخلط دابا خلصت شي حاجه في جوانب ديال الكأس ديال الخلاط. نمشي دابا كناخد واحد المول، انا عندي هنا مول زجاجي، اي مول عندكم دائري زجاجي، انا درته في مول زجاجي اللي العبار ديالو عندي 20 على 30. كنصب الخليط، كنعجن فيه فوق وانا كنصب الخليط. كما كتشوفوا الخليط عندي خفيف، كتجي هاد البسبوسة رائعة، كتجي خفيفة. علاش؟ لان داك الكاس ديال البرتقال مع 110 غرام ديال ياغورت كتجي من اروع ما يكون، سهلة التحضير بالنسبة لي ما تنجحش معاهم البسبوسة. يتبعتوا هاد الطريقة من الالف حتى الياء غادي تنجح معاكم وتجيكم ناجحة. دابا غادي نخليها ترتاح 10 دقائق، نقطع عليها ونخليها 10 دقائق. غنمشي نشعل الفرن كما كتشوفو، دازت 10 دقائق، ندخلو الفرن لمدة نصف ساعة وشعليه من الفرن. في هاد الأثناء غادي نوجد السيرو، نضيف كأس ديال العسل البرتقال 200 ملل، ونضيف نصف كأس ديال السكر 70 غرام. نحط الكل فوق النار، يغلى لمدة 5 دقايق، ونضيف القشرة ديال الليمونة 5 دقايق ونطفي عليه.
بعد ما خرجناها من الفرن شفنا كيف اللي في الصورة، انا خدت لي نصف ساعة وشعلت عليها وقت نصف دقيقة الفرن. هاي طايبة كيكة ديالنا طبعا، كنا نخلوها هكا بلا تزيين بلا ما نسقيوها، ولكن من الأحسن نسقيوها بهاد السيرو اللي حضرنا أو الشراب. تنقطعها بعدا كيما كتشوفو مربعات، نتوما تقطعوها كيما بغيتو نتوما. تنقطع على العرض عاوتاني على الطول كيما كيبان ليكم في الصورة. نستمروا في التقطيع ديال هاد البسبوسه، صدقوني وللامانه كتجي من اروع ما يكون البنات. دابا غادي نسقيها، بعد ما قطعتها غادي نسقيها. نحيد ليها اولا قطعه ديال الخامر بالصفه، وغادي نسقيها كامله لانها كتشرب سنينها كتشرب البنات. نسقيها هكا غير بالكحول باش كتشرب ميه. شفتوني قبيله تنهز قطعه تبقى ناشفه، لكن ملي نسقيوها على الاقل نخليها واحد الساعه ما نهزوهاش باش متتكسرش ليكم تشرب هذاك الشراب او هذاك السيرو كما كيبان ليكم في الصوره. دابا غادي ندهن الوجه ديالها بالمربى، اي مربى عندكم يكون شويه سائل. انا دهنت بالمربى ديال المندرين اللي كنت حضرته في القناه، غنخلي لكم الرابط يطلع لكم من بعد انتهاء الفيديو، نخلي لكم الرابط كذلك اسفل الفيديو او في خانه الوصف. ندهنوها كامله بالمربى، نقلكم ما تدهنوهاش بتسوقوها هانيش اغير تزينو هانيش غتسوقوها هانيش. غادي دابا نزينها بهاد الكرز المغسل اللي اخضر واحمر كيما كيبان ليكم في الصورة، وانتوما التزيين حسب الطاقة والاختيار. نقلكم تسوقوها باللوز مهرمش او لوز مهرمش او كاوكاو كونكاسي اللي بغيتو نتوما او الدوز كيما غادي ندير الان. غادي نرش عليها الكوكانا وانتوما لكم الاختيار. كيما كيبان ليكم تجي رائعة البنات، صدقوني تجي أكثر من رائعة. دابا غادي نهز قطعة نوريكم كيفاش كتجي. انا الصراحه ما خليت تسنيتش عليها، نتوما من الاحسن تسناو عليها شويه كي كتجي اسفنجيه وكتجي زوينه ومعلكه، كتجي اروع مما يكون. صدقوني الشكل النهائي ديال الوصفه اليوم بسبوسه بالبرتقال كتجي اروع مما يكون، كتجي اللون ذهبي من برا بزاف. كتستحق التجربه البنات، تبعتو المراحل من الاول للاخر اكيد غتجي معاكم. ولي عجبتكم ما تنساوش تدعموا باللايكات، اللايكات البنات مزيد من اللايكات. ولا كنتو اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، وشكرا على المتابعه الى وصفه قادمه ان شاء الله. البنات مزيد من اللايكات، مزيد من اللايكات فضلا ليس امرا، وشكرا مره اخرى.